أربعة أيام هنا، وصلنا بصعوبة هنا، وجينا هنا قعدنا. لنا إلى أربعة أيام مرمي في الشارع، وزي ما أنت شايف معي خمسة أنفار، والوضع سيء جدا. اليوم أنا يعني عندي كهرباء تشغل عليها ببيع فستق، واليوم زي ما أنت شايف الوضع اللي أنا فيه، قاعد عن العمل وقاعد عن الشغل. وجيت هنا اليوم مش ملاقي مأوى نتأذى فيه، أو ألاقي معرش، أو ألاقي أي مساعدة من أي حدا. الحمد لله ان احنا هنا قاعدين على الارض، لا لاقيين شادر يقوينا، لا لاقيين مكان يقوينا. الدنيا بارد سقعه، الاولاد الحمد لله يعني ولا حاجه عندهم اللي يدفوها، لا بطانيه لا حرام ولا اشي. يعني قاعدين على الارض، قاعدين على البلاط، والدنيا سقعه موت. يعني مش قادرين نتحمل الوضع كله. يعني احنا بنناشد الامه، يعني بنناشد الناس انها تطلع لنا.